احنا موجودين الحين في الباك ستيج. الفنانه يارا انهت حفلتها للتو، غنت اغاني جدا جميله، واحنا بانتظار الفنان الاماراتي حسين الجسمي انه يجي كذا ويغني لنا. وصل هو الفنان معانا المايسترو وليد، اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. حابين بس نسألك الله يسلمك بخصوص مثلا انتم متعودين على الجمهور السعودي نقول خارج المملكة، ايش رأيك بالجمهور السعودي وهو داخل المملكة؟ ايش يفرق؟ الجمهور السعودي هو الجمهور السعودي، خارج المملكة او داخل المملكة هو جمهور رائع، جمهور سميع زي ما بنقول. نعم. يفرحك كفنان على المسرح، يفرح الفنان ويشارك الفنان تفاعله، و مميز الجمهور السعودي مهما اتكلمت عنه، هو جمهور بيحسسك بنجاح الحفلة في لحظتها، بتجاوبه بتفاعله، فالكلام كتير الحلو على الجمهور السعودي. مثل ما قلت انه الجمهور السعودي جمهور متفاعل جدا، كيف يتعامل الفنان وكيف تتعامل انتم كفرقة موسيقية او كمايسترو فرقة موسيقية بطلبات الجمهور المفاجأة اللي يلبيها الفنان؟ والله الجمهور يؤمر روحنا علينا ننفذ، والمفترض ان احنا نكون جاهزين دايما لخدمه الجمهور وان احنا نلبي طلباته، فده مهم. طيب في حاله مثلا الفنان يقيم حفلات في اكثر من مكان، خلينا نقول هل في تكنيك معين لاختيار اغاني تناسب مكان الحفله المقامه فيها؟ كل منطقه ليها، حتى داخل السعوديه كل منطقه ليها طبعها وليها شخصيتها وليها طلباتها وليها زي ما نقول تراثها اللي تربت عليه، فكل مكان ليه أغاني تخصه وطريقة في وهنا نقول شطرة الفنان بقى، شطرة المطرب هو اللي بيبقى زي ما نقول هو قائد الحفلة المطرب، وهو اللي من خلاله بنستشف كفرقة هنعمل إيه، وحتى هو اللي بيعرف اختيارات الأغاني اللي تليق بالمنطقة اللي هيغني فيها. الحين احنا متعودين انه دائما يعني الفنان حسين الجسمي عنده اغاني حلوه ومفاجات حلوه، هل الجمهور اليوم حيشوف مفاجاه حلوه ممكن تقول لنا عليها؟ حسين معود الناس على المفاجات، وانا اوعدكم ان في النهارده اكتر من مفاجاه، بس في واحده مهمه ان شاء الله. ممكن كده يعني ناخد معلومات؟ ما تعودتش اكون فتان عشان عشان يبقى اسمها مفاجاه. شكرا لك مايسترو، وقليلا تبدا الحفله اليوم. شكرا جزيلا، وبانتظار ابداعاتكم على الستيج. شكرا. اذا وصل الفنان حسين الجسمي تو، فحتبدا الحفله بعد قليل. هم الحين مستعدين لاطلاق الحفل، مثل ما قلت في مفاجات كثيره حيقدمها الفنان حسين الجسمي. نعم. ننتظر ونشوف ايش هي. شكرا لك يا مشاعل، طبعا وضعتينا بالصوره. حاب اسالك شوي مشاعل عن يعني انت كيف شفتي تفاعل الناس مع يعني اغاني اللي قدمتها يارا؟ ايش اكثر اغنيه حسيتي انه الناس مره تفاعلت معها بشكل كبير غير الاغنيه اللي انت طلبتيها؟ طبعا كانت صدفه. ايوه غير اللي طلبتها. طيب الفنانه يارا قدمت مفاجاه حلوه اللي هي غنت للدكتور عبد الرب ادريس اللي هو اغنيه ليله لو باقي ليله، كثير تفاعلوا معاها لان صراحه ما كانوا متوقعين انه حتغني اغاني ثانيه غير الاغاني حقتها، فتفاعلوا معها كثير وادتها بطريقه جدا جميله، فتفاعلوا معها مره كثير. معظم الاغاني اللي غنتها كان فيها تفاعل، غنت ميكس بين اغاني خليجيه واغاني لبنانيه، فالجمهور جدا تفاعل، يعني تقول مع اغلبها تفاعلوا الجماهير. طيب شكرا جزيلا لك زميله مشاعل السعد.